السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من حلقات نانيني أندولوز وورد. اليوم رح نحكي عن وصفات عجيبة وغريبة وكيف هاي الوصفات نقدر نعملها في الطبيعة الخارجية. أول وصف معانا، هذا الإنسان ما عنده موقد في الطبيعة، فاضطر إنه يعمل غاز أو موقد في الطبيعة عشان يقدر إنه يعمل الغداء. طبعا بنلاحظ انه كيف انه كان اشياء البسيطة اللي استخدمها اللي هي متن الخشب واستخدمها كأنه موقد، وهيو بيعمل غداء ما شاء الله عنه، عمل جمبري وعمل اللحمة. بنلاحظ انه كيف انه اللحمة طلعت عنده دايبة على الرغم انه ايش انه شوي على الحطب. هاي الوصفة وصفة الدجاج، طبعا احنا من شايفين انه حط كيف حطت زبادي، ليمون، عصير ليمون، زي الزيتون، كمان صلصة التندوري، واستخدم شواية خارجية طبعا برا البيت. الفحم لونه بجنن، الصوص على الدجاج كتير كتير بشهيه، راح يعطي لون للدجاج روعة. شوف ما شاء الله كل الدجاج لونهم اشي بشهي. طبعا التندوري، البهار التندوري روعة على الدجاج، يعطيها لون. هاي الوصفة وصفة سمكة السلمون، وصفة رائعة جدا جدا. طبعا عمل البهار والصوص، التتبيلة روعة، كمان راح تعطيها لون اشي بشهي. طبعا كله على الفحم. احنا شو بنلاحظ؟ بنلاحظ انه حط فحم فوقها وتحتها. طبعا هذا كله ما يعني مش راح ياخذ وقت، يمكن نص ساعة بكون نازل طبخة. هاي الوصفة جديدة كمان، وصفة جميلة وكلها من عبارة عن فاصوليا وحبوب. استخدم هنا الرقائق، جبنة، وحط عليها الحبوب ورش عليها كمان مرة الجبنة وغطاها. طبعا هنا المميزة فيها انه بيعملوا الفحم فوق الصينية. وصفة عجيبة فعلا، وصفة عجيبة اخرى، طبعا هنا حط ملح، بهارات مشكلة، وفلفل أسود. عمل تتبيل اللحمة، نشوف كيف قطعها، شكلها جميل التقطيع، لفها، ربطها بخيطان. هلا عملية الشوي، لونها اشي تحفة، لونها جميل. لسه كمان بدي اعمل عليها صوص. فعلا انها وصفة جميلة، لحمة دايبة. وصفة اخرى سمكة السلمون، كله طبعا شوائي، كله صحي. طبعا هاي بلش تتبيلة، يستخدم في التتبيل العسل. هاي الشواية جميلة جدا على فكرة يا جماعة، دايبة دايبة. هاي من الوصفات العجيبة. الفرن اللي بيكون تحت الأرض، كانوا يستخدموها أجدادنا هاي الطريقة.
روعة ما شاء الله، اللون شهري. السمك مستوي دايب. هاي الوصفة وصفة سمك السردين، اللي بيحبوا السردين هاي الوصفة هايلة تحفة. نغسل السردين، نعمله في العصايات تاعون الشواية، نشويهم هون. طبعا شواهم ما حط عليهم شيء إلا ملح. عصر عليهم ليمون وصحتين وعافية. وصفة سهلة وجميلة جدا لمحبين السردين. هاي الوصفة سمك تانية كمان، وصفة جميلة. الميزة في هاي الوصفة انه بس انه شوفوا كيف طريقة انه كيف يشويها، انه فتحها يشويها وهي ايش هيك مفتوحة. روعة الطريقة، طريقة جديدة. شايفين كيف اللون لون يشهي. هاي الوصفة كمان وصفة رهيبة للدجاج. طبعا هون بيعملوا الصوص، بودرة البابريكا. طبعا هاي الطريقة هو استخدم علبة معدنية، احنا بنعملها نفس الطريق فكرة تقريبا، بس احنا بزازة البيبسي نفس الشي تقريبا، بس احنا بنعملها بالفرن، هو عملها بالشواية خارجية، بس هي نفسها راح تزبط لو حطيتوه محل العلبة المعدنية ازازة البيبسي بتزبط. احنا بنعملها هيك بس بالفرن. طبعا الدجاج لونه تحفة دايب ما شاء الله، روعة. هاي الطريقة تحفة. انا اول مرة بسمع او ما جربت العسل على اللحم، بس شكله بشهي. طبعا ضاف العسل في التتبيلة، لونها مشهي اللحمة، وحط سمسم وعسل. من الوصفات الغريبة والعجيبة فعلا هاي الوصفة، كمان وصفة رهيبة كيف انه استخدم الدهون مع اللحمة وكيف طريقة تشويتها. بعدين كله لاحظوا انه كله بخارج، بالخارج مش بالبيت، بالخارج في الطبيعة، يعني ما عنده شيء، عنده بس أدوات الطبيعة. عنده اللحمة دايبة. طبعا اللحمة رجعها مرة تانية بعد ما قطعها، مش مستوية من جوا. وصفة رهيبة. طبعا رشة الزعتر الأخضر روعة. هاي وصفة كمان من الوصفات العجيبة. شايفين اللحمة؟ طبعا هون مرحلة شواء اللحمة. طبعا اللحمة مش مستوية من جوا، هو شواها أول شي من برا، وهلا بدي يبلش يستويها من جوا. فعلا طبخ اللحم فن. هيك كانت الصالة جاهزة الطبخة، شي بشهي. هاي وصفة كمان هي وصفة جديدة. طبعا هنا
استخدم النقانق، لحم النقانق، ضاف عليها البيض، خبز. هاي من الوصفات العجيبة فعلا، هي وصفة تشبه البيتزا على فكرة. استخدم الزبدة، انظرها بشهي. هون كمان هاي الوصفة عجيبة غريبة فعلا، طريقة جديدة في صنع، نكتشف انا وياكم بصنع ايش. هنا أول إشي مسك صدور الدجاج شواها، بعدين لفها باللحم المقدد وحط حشى الدجاج جبن، جبن أصفر. هاي حطها في البيض، بعدين في الطحين، بعدين عملية القلي. طبعا الحجم ما شاء الله، صدر دجاجة كاملة. بعدين حط الخضار، سلطة، خبز البرجر. فعلا طريقة جديدة وغريبة في البرجر، شايفين الجبنة سايحة جواتها.